لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. كن كما غيث على الأفياء ماطر، صوته يروي قلوبا وخواطر، نفعه عم البوادي والحواضر. قم بنا وانظر لآيات الجمال. هذا المؤتمر في استعراض وتقويم هذه المنتجات والأدوات المتعلقة بمواضيع التمويل الشخصي وإدارة السيولة، وذلك من وجهات نظر الشرعي ومالية واقتصادية، ضمن حوار علمي وموضوعي وشفاف بحضور نخبة من العلماء الشرعيين والخبراء والمختصين. قم بنا وانظر لآيات الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالسادة المشايخ المتحدثون، ونرحب بالمتحدثين والمعقبين، ونرحب كذلك بالمشاركين من الخبراء وعلماء الشريعة الإسلامية. هذه الجلسة الأولى التي تتناول المبادئ الشرعية لمنتجات التمويل الشخصي وأدوات إدارة السيولة. طبعا بدأنا شوية متأخرين، فنحتاج أن نختصر شوية، ننقص لكل متحدث دقيقة دقيقتين حتى ندرك الوقت بإذن الله تعالى. يتكرم علينا، نذكر فقط بأن هذا المؤتمر هو بالشراكة مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، وهذا السنة بفضل الله مع الجامعة الأردنية مشاركة في هذا المؤتمر. المتحدثون عندنا الدكتور رائد أبو مؤنس، وهو أستاذ مشارك بالجامعة الأردنية، وما شاء الله يعني يمتاز ببحوثه المتينة واجتهاده الحديث بارك الله فيه. ويعقب عليه الدكتور إسماعيل أوغلو، نحن أخطأنا هنا في الاسم إن شاء الله نستدركه بإذن الله تعالى، وهو مدير إدارة الرقابة والتدقيق ببيت التمويل الكويتي التركي، نرحب به كذلك. وفي الجلسة الثانية الحلول الشرعية لإدارة السيولة في البنوك الإسلامية، عندنا محاضر غني عن التعريف نذكر فقط اسمه الدكتور عبد الباري مشعل، وعندنا كذلك معقب غني عن التعريف وهو الدكتور بشير علي عمر. نرجو فقط أن نلتزم بالوقت، ونعطي الكلمة الآن لفضيلة الدكتور رائد النصري أبو مؤنس، فليتفضل مشكورة في ربع ساعة إلى 20 دقيقة إن شاء الله تعالى. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية لابد أن أعبر عن سعادتي في مقامي هذا بينكم، بين سلم من العلماء والباحثين والخبراء المصرفيين والعاملين في المالية الإسلامية، متمنيا للجميع التوفيق والاستفادة القصوى. ورقتي التي أشارك بها في هذا المؤتمر العتيد حول الإشكاليات والحلول المتعلقة بمنتجات التمويل الشخصي. لن أتحدث ولن أطيل أبداً في قضية تعريف التمويل والتمويل الشخصي، فتعريفات الباحثين كثيرة ومتعددة حول هذا الأمر، لكن بخلاصة سريعة
لا يخفى عليكم أن فكرة التمويل أو الهدف والغاية المقصودة من التمويل هي توفير النقود أو توفير السيولة لمن يحتاجها ليستخدمها في الوقت الذي لا يكون عنده النقود والسيولة الكافية. والتمويل في المفهوم الإسلامي قد يمتاز عن التمويل التقليدي بأنه ربما لا يقتصد أو يقتصر على التمويل النقدي، وإنما أيضا يتعداه إلى التمويل السلعي أو المنفعي المرتبط بالمنافع. الآن تنوعت آراء الباحثين واتجاهاتهم في تعريف التمويل الشخصي، لكن حقيقة هناك مجموعة من الضوابط والخصائص المعيارية المتعلقة بالتمويل الشخصي مرتبطة بطبيعة الحاصل على التمويل أو طالب التمويل، متعلقة بهدف التمويل كونه استهلاكي كونه استثماري، نوعية الضمانات المقدمة، مدة التمويل. وبالتالي من خلال مجموعة الخصائص يستطيع أي باحث أن يقدم مفهوما يرتضيه للتمويل الشخصي. ليس موضوع التمويل الشخصي قضية أصبحت غاية في الوضوح عندنا، ونحن الآن نخاطب أناس متخصصين ومتقدمين في المصرفية الإسلامية، فعلينا أن ننتقل سريعا إلى محل البحث الأهم، ألا وهو الإشكاليات. المصرفية الإسلامية رغم حداثة سنها نسبيا في التطبيق العملي، بدأت تهتم بشكل واضح وملفت للانتباه بقطاع تمويل الأفراد. وإذا تأملنا في كثير من المنتجات التي تقدم لتمويل الأفراد وتمويل الأشخاص، نجدها ترتكز بشكل كبير على إما مرابحات أو إجارة خدمات إلى غير ذلك. لكن هذه المنتجات التي طبقت في بعض المصارف الإسلامية تحتف بها مجموعة من الإشكاليات. هذه الإشكاليات من أهمها أن النموذج التي بنيت عليه هذه المنتجات، منتج المرابحة في المنافع أو إجارة الخدمات أو التورق سواء كان منظما أو غير منظم إلى غير ذلك، إذا جئنا نتأمل به نجد أن هناك مجموعة من الإشكاليات، من أهمها إشكالية تحقق التملك والقبض بالمفهوم الفقهي. فكثير من هذه المنتجات لا يكون فيها تملك، أو إن كان هناك تملك أو قبض ربما يكون ليس بالصورة المتوافقة مع قواعد الشريعة التي يقررها نموذج البيوع. لماذا؟ لأن طبيعة عمل المصارف الإسلامية باعتبارها مؤسسات وساطة مالية تفرض عليها التخلص بنسبة كبيرة من إشكالية أو من مستلزمات ومتطلبات التملك والقبض. أيضا من الإشكاليات أن هذه المنتجات التي تقدم في كثير من الأحيان قد تترافق مع رافعة مالية ائتمان، في كثير من الصور والحالات هي مستوردة من النماذج التقليدية المبنية على سعر الفائدة، وبالتالي يصبح هناك إشكالية، هل هذه الصورة هي تمويل إسلامي أم تلفيق لصورة تقليدية؟ من الإشكاليات التي تثار حول منتجات التمويل الشخصي أيضا عندنا قضية أن هدف المتمولين في كثير من الحالات هو الحصول على النقود لسداد مستلزمات لا يفي بها إلا الحصول على النقود، كما أشار شيخنا في البداية، تسديد الرواتب، تسديد ديون حالة إلى غير ذلك، فلا يصلح معها إلا أن يحصل العميل على نقود. هذا جزء من الإشكاليات، لكن حقيقة أنا عندي تصور أن الإشكاليات الأساسية لمنتجات التمويل الشخصي تكمن في ثلاثة إشكاليات رئيسية. الإشكالية الأولى أن المصارف الإسلامية، الإشكالية الأساسية الأولى أن المصارف الإسلامية ترغب في تقديم منتجات تمويلية ذات مخاطرة منعدمة، وهذا يتحقق بنموذج البيوع زائد ضمانات فسوف تساوي مخاطرة صفرية.
أي أن المصارف الإسلامية وإدارات المصارف الإسلامية لا ترغب أبداً بتحمل ولا بأي قدر من المخاطر. الإشكالية الثانية أن الشرعيين علماء الشريعة ما زالوا ينظرون إلى المصارف الإسلامية نظرة التاجر، والتاجر والمصرف التاجر سوف يمارس عملية البيع، وعملية البيع تتطلب مجموعة من المتطلبات الشرعية التي أشرنا إليها قبل قليل في التملك والقبض وما إلى ذلك، وهي ما لا يتلائم كثيرا مع حاجات ورغبات العملاء. وهذا بنقلنا للإشكالية الثالثة، أن المنتجات التي بنيت وطبقت في كثير من المصارف الإسلامية لا تحقق مبدأ المزاوجة بين حاجات العميل وبين الإمكانيات المتاحة للنموذج المالي المختار. نجد أن المصارف الإسلامية اختارت نموذج البيوع لبناء منتجات التمويل الشخصي، مع أن نموذج البيوع غير صالح لتغطية قطاع التمويل الشخصي. طيب لماذا هو غير صالح؟ هناك مجموعة من الإشكاليات الخاصة بنموذج البيوع في قطاع التمويل الشخصي. فنموذج البيوع يعني والمنتجات المبنية عليه نجد أنها المصارف الإسلامية تقدمه في سياق ليس المصرف التاجر وإنما المصرف الوسيط، وبالتالي تتخلص من كثير من قضايا أو من كثير من المتطلبات الشرعية المتمثلة بالقبض والتملك وما إلى ذلك، أو أحياناً تستحيل في قطاع المنافع. فكيف سيتملك البنك منفعة مثل منفعة التعليم أو منفعة العلاج أو منفعة النقل، مع أن هذه المنفعة تنتج من المورد ومن المزود للمستهلك الذي هو العميل النهائي؟ بالتالي سيستحيل دخول المصرف متملكاً أو قابضاً لها وفق نموذج البيوع. على وعلى أن في التوسع الهائل في تطبيق نموذج البيوع في قطاع التمويل الشخصي أوقع المصارف الإسلامية في انحراف أنا أظن أنه استراتيجي في 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 تاريخ المصرفية الإسلامية، لأنه حول المصرف الإسلامي من وظيفته الأساسية من منظم ومدير للأموال الموجودة عند وحدات الفائض في القطاع في الأنشطة الاقتصادية إلى وحدات العجز، حوله من المدير والمنظم حوله إلى تاجر محتكر. وأنتم تعلمون أن المحامي على سبيل المثال لا يجوز له أن يبيح أسرار موكله. طب المصرف الإسلامي يأتيه التجار بأوراقهم ومستنداتهم واعتماداتهم المستندية وأخبارهم وكيف يتعاملون مع المصانع وإلى غير ذلك، ثم نحن نطالبه بأن يدخل في السوق تاجرا. بالتالي مع ملاحظة أن المصرف الإسلامي يمتلك رأس مال عالي جدا، فيصعب على أي تاجر عادي أو أي مؤسسة أو أي شركة مهما ارتفع رأس مالها منافسة المصرف الإسلامي. المصرف الإسلامي يجب أن يبقى في دائرة الوساطة ولا ينتقل إلى دائرة التجارة. طيب كيف سنعالج قطاع منتجات التمويل الشخصي ونعالج الإشكاليات الشرعية أو الإشكاليات المهنية في قطاع التمويل الشخصي؟ علينا أن نعود إلى النموذج الأساسي للمصرفية الإسلامية. النموذج الأساسي للمصرفية الإسلامية أن أي اقتصاد في العالم ومنه الاقتصاد الإسلامي يوجد فيه عوامل إنتاج. يوجد لدينا عامل الإنتاج رأس المال، ويوجد لدينا عامل الإنتاج العمل. الآن بتفاعل رأس المال مع العمل تبدأ الأنشطة الاقتصادية بالعمل وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة في قطاع التعليم، في قطاع الطبي، في القطاع الصناعي، في القطاع السياحي، في النقل، كلها يكون فيها تزاوج وتفاعل بين العمل ورأس المال. المصرف الإسلامي يمتلك العنصرين، يمتلك عنصر رأس المال متمثل بالودائع وبرأس مال وحقوق حملة الملكية،
ويمتلك أيضا العمل متمثلا بالخبرات والمستشارين والمحللين الماليين الذين يعملون داخل المصرف بآرائهم العلمية وخبرتهم المهنية المرتفعة. الآن علينا أن نبني منتجات التمويل الشخصي استنادا إلى نموذج تشارك عوامل الإنتاج، بحيث تقوم المصرفية الإسلامية بالتشارك مع مزودي الخدمات، مع منتجي الخدمات والمنافع والقطاعات المختلفة، من خلال توجيه جزء من سيولة المصرف الإسلامي إلى هذه القطاعات، إما على قاعدة المشاركة أو على قاعدة الوساطة. بالتالي نموذج الذي اقترحته في الورقة، نموذج المشاركة بين عوامل الإنتاج لبناء منتجات التمويل الشخصي، يتيح للمصرف الإسلامي أن يؤسس إما شراكات دائمة أو شراكات مؤقتة أو اتفاقيات لاستخدام الأصول وليس تمويل امتلاك الأصول. بمعنى العميل لا يريد أن يمتلك المدرسة، العميل الشخص لا يريد أن يمتلك غرفة العمليات في المستشفى، العميل لا يريد أن يمتلك الطائرة، وإنما يريد أن يستخدم هذه الأصول. والمصرف الإسلامي يستطيع أن يحقق الربحية من خلال منتج تمويلي يقدم أو يوفر إمكانية استخدام الأصول وليس تملكها. كيف سنبني هذا المنتج؟ من خلال قاعدة المشاركة بين عوامل الإنتاج. بمعنى أن نأتي على سبيل المثال إلى مدرسة خاصة ونقول لهم كم كلفة إنتاج مقعد دراسي طوال السنة؟ كلفة إنتاج المقعد الدراسي طوال السنة لنفترض أنه 90 دينار أو 90 دولار أمريكي على سبيل المثال. فيأتي المصرف ويقول كم هي الطاقة الاستيعابية للمدرسة؟ فتقول المدرسة 500 طالب على سبيل المثال، 500 مقعد. طب المصرف يدخل الآن بعد دراسة اقتصادية للفرصة الاستثمارية بالمشاركة في إنتاج 200 مقعد، 250 مقعد، بحيث يدفع رأس المال لمن سيعمل به، أي شراكة بين المال والعمل، المال من المصرف والعمل من المدرسة. ثم بناء على هذه الشراكة يأخذ المصرف حقوق تسويق خاصة للمقاعد، واتفاقية من ضمن بنودها أن تكون المقاعد المروجة ابتداء هي المقاعد التي مولها، سواء من خلال المصرف أو من خلال المدرسة. فإذا جاء أولياء الأمور يسجلون أبنائهم في هذه المدرسة، سواء من خلال المصرف أو من خلال المدرسة، تكون ابتداء من الحصة التي مولها المصرف. هذا نموذج مقترح. النموذج الثاني في عوامل الإنتاج نموذج حقوق الخيارات الأوبشنز. قدمت ورقة نشرت في مجلة إسرة بفضل الله قبل سنتين أظن، حول إمكانية تطوير خيارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. لا أتحدث عن مطلق فكرة الخيارات، مطلق فكرة الأوبشنز بكل تفريعاتها في الأسواق المالية، لكن هناك إمكانية بضمن شروط وضوابط معينة تم بيانها في تلك الورقة لتطوير خيارات لتملك حقوق إنتاج وحدات سلعية أو منفعية منمطة ما بين المصرفية والمنتجين والمزودين للخدمات. في هذا الإطار يمكن للمصرف الإسلامي في إطار قاعدة المشاركة بين عوامل الإنتاج أن يتشارك مع جامعات، مع شركات نقل، مع شركات اتصالات بشراء وحدات أو خيارات تملك وحدات منتجة من قطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة. واستناداً إلى هذه الحقوق التي تضمن وتكفل للمصرف قانونياً وأيضاً شرعياً تملك المنفعة أو السلعة في الوقت التي يرغب بتوفيرها
من الجهة القادرة والتي تملك توفيرها ضمن المواصفات المتفق عليها مسبقا، يستطيع المصرف لاحقا أن يقوم ببيع وترويج هذه المنتجات لقطاع التمويل الشخصي. طبعا أنا هنا أتحدث برؤوس أقلام، في الورقة التي بين أيديكم هناك تفاصيل أكبر. أريد أن أنتقل سريعا إلى فكرة أن منتج أو أن بناء منتجات التمويل الشخصي استنادا إلى نموذج المشاركة بين عوامل الإنتاج هو الحل الأمثل أو أحد الحلول المثلى لإدارة السيولة في المصرفية الإسلامية. لماذا؟ لأن هذا النموذج بمنتجاته المتعددة يكفل للمصرف توجيه السيولة إلى القطاعات التي ستحقق له الربحية، وبالتالي لن يكون هناك فائض سيولة دون استثمار، رغم أن المودعين أودعوها بهدف الاستثمار. أيضا هذه القطاعات كلها قابلة للدراسة المسبقة، بمعنى قطاع التعليم معروف متى سيكون له طلب ومتى سينتهي الطلب عليه، قطاع السياحة متى سيكون هناك ذروة ومتى هناك انخفاض، وبالتالي المصرف الإسلامي يستطيع خلال وإدارة الخزينة وإدارة السيولة خلال السنة تستطيع أن تخطط بشكل جيد وملائم لإدارة التدفقات النقدية لديها باتجاهات القطاعات المتعددة. ففي فترة معينة تدخل إلى قطاع التعليم، ثم تنتقل إلى قطاع السياحة، ثم خلال العام توزع على قطاع الاتصالات وهكذا. دقيقة، في قطاع البيوع وفي منتجات البيوع المصرف الإسلامي يمول والسيولة تخرج. لماذا؟ لأنه عندما يشتري مرابحة مثلا من البائع الأصلي لصالح العميل النهائي، البائع الأصلي سوف يسحب النقود من المصرف، لكن من خلال نموذج عوامل الإنتاج التدفقات النقدية ستنتقل من المصرف الإسلامي إلى مؤسسات، إلى شركات، إلى مدارس، إلى جامعات، إلى شركات نقل طيران، وهذه المؤسسات عادة لا تحتفظ بأموالها كالأفراد في بيوتها، وإنما تحتفظها في الجهاز المصرفي. قدرة المصرف الإسلامي على إقناع مزود الخدمات علاوة على أن يشارك في المصرف في معهم في إنتاج وحداتهم، قدرته على إقناعهم بالاحتفاظ بالسيولة التي سيحصلون عليها كأثمان للمنافع للخدمات في داخل نفس المصرف الإسلامي أعلى بكثير. بالتالي المصرف الإسلامي فقط سوف يغير مراكز السيولة، أما السيولة فلن تتدفق في الأغلب إلى خارج المصرف الإسلامي. بالتالي نموذج عوامل الإنتاج في تقديري هو النموذج الأمثل لبناء منتجات التمويل الشخصي، وعلينا أن نعيد التفكير مليا بمنتجات التمويل الشخصي الموجودة الآن على أساس نموذج البيوع، لأنها لا تحقق لا الانضباط الشرعي في كثير من الحالات ولا الكفاءة الاقتصادية. يعطيكم العافية. جزا الله دكتور على هذا المداخلة الثرية، يعني أنا أفهم بأنه من الصعب بما كان أن يقدم التفاصيل كلها في 20 دقيقة، ولكن التسديد والمقاربة. أنا ما أدري هل يوافق المشيخ، أقترح أن نقدم المداخلة الثانية حتى المعقبين يعني يستجمعوا أفكارهم، فنحيل الكلمة لفضيل الدكتور عبد الباري مشعل ليقدم مداخلته. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الشكر لإسراء وإدارتها وباحثيها على تكليفي بالكتابة في موضوع إدارة السيولة، وهو موضوع ذو صلة ب
ما طرح في المؤتمر الماضي وأعيد طرحه في هذا المؤتمر وهو التمويل الشخصي. الحقيقة مساحة التمويل الشخصي وإدارة السيولة وتمويل رأس المال العامل هي من ثلاث مساحات مهمة وربما تعاني من فقر في منتجات التمويل بمقارنة بالمناطق أو المساحات الأخرى في التمويل. فالتصدي لهذه الموضوعات مهم من أجل تقويم الموجود وربما طرح منتجات جديدة. في بحثي عن إدارة السيولة قسمت البحث إلى مقدمة وأربع مباحث تتناول التجارب في هذا الموضوع. أما المقدمة فكانت تتناول جانب نظري واستقصاء لمفهوم إدارة السيولة والمنتجات المطروحة في هذا المجال. ثم عندما نظرت إلى التجارب اخترت بشكل موضوعي وبتقدير شخصي أربعة تجارب مهمة: التجربة الماليزية والتجربة النيجيرية والتجربة البحرينية والتجربة الكويتية. كل هذا موثق من مصادره من قبل الجهات الإشرافية في تلك الدول، وكانت تجربة بحثية ثرية بالتعرف على تلك التطبيقات المختلفة. على مستوى المبحث الأول الحقيقة ومراعاة للوقت، يعني مفهوم إدارة السيولة كان محور هذا المبحث، وهو قضية استخدام البنوك لأدوات سوق النقد في الحصول على السيولة أو استثمار ما لديها من قائض لمدة زمنية قصيرة في حدود سنة. هذا المفهوم الحقيقة في له تفاصيل فيما يتعلق بسياسة إدارة السيولة، قياس إدارة السيولة. أيضا تناولت في هذا المبحث المعايير المهنية التي صدرت بالنسبة لإدارة السيولة على مستوى المعيار الشرعي في أيوفي، وكذلك معيار مجلس الخدمات المالية الإسلامية. ثم بعد ذلك دخلت في التجارب، وحتى لا نطيل في الجانب النظري نركز على التجارب. تناولت التجارب بطريقة دراسة تحليلية للأسواق الأربعة التي ذكرتها، فتناولت على مستوى كل سوق وعلى مستوى كل أداة وصف الأداة وإجراءات تنفيذها ورسم الهيكل الخاص لهذه الأداة، ثم التحليل الفقهي لهذه الأداة، ثم رأي المرجعية الوطنية أو المحلية اللي هي غالباً تكون الهيئة الشرعية العليا في البنك المركزي حول مشروعية هذه الأداة. ثم قمت بالتقويم الشرعي من خلال فحص مدى مطابقة هذه الأداة المطبقة في إحدى هذه الدول الأربعة بمعايير أيوفي وقرارات المجامع والآراء الفقهية الأخرى، ممزوجاً برأيي في هذه الأداة. مجمل ما توصلت إليه من خلال المناقشة أن الإشكاليات الشرعية التي تحصلت من التجارب والتطبيقات في الدول الأربعة تدور حول إشكاليات تم تحريرها في هذا البحث. على رأسها تأتي شبهة المنفعة في القرض، وشبهة بيع العينة، وشبهة بيع الدين، وشبهة بيع الاستغلال، وهناك شبهات تجاوزتها ربما لا أركز عليها مثل شبهة التورق، شبهة التورق يعني على أساس أنها مما أصبح شائعا وربما تناولناه في البحث في المؤتمر الماضي. فيما يتعلق بالأدوات، السوق الماليزي كان فيه حوالي 12 أداة كما هي ظاهرة عندكم في الجدول.
وهذه الأدوات الشبهات التي حررتها بشأنها الجمع بين القرض والهبة غير المشروطة، أو الجمع بين القرض والهبة والرهن، وشبهة بيع العينة وبيع الاستغلال. أقول شبهات لأنه تحتاج إلى أن نحررها ونتعرف على موقف المرجعية الشرعية في تلك الدولة، بالإضافة إلى شبهة بيع الدين والتورق. فيما يتعلق بالتجربة الماليزية النيجيرية، هناك خمس أدوات الحقيقة لاحظت أن فيها اقتباس واضح من التجربة الماليزية، ولا بأس، التجربة الماليزية مثال يحتذى، وكثير بعض الدول يعني تسير باتجاه الاقتباس والاستفادة من هذه التجربة الثرية والواضحة في أدواتها، أنه هناك تعدد وتنوع كبير في هذه الأدوات. أدوات التجربة النيجيرية تتمحور حول تعزيز آلية القرض بدون فائدة، أو القرض مع رهن، أو القرض مع الهبة غير المشروطة، وهذه من الأشياء التي يعني تلاحظ إيجابياً في التجربة النيجيرية. فيما يتعلق بالتجربة البحرينية، لديها أداة وكالة الاستثمار، وهي من الأشياء التي يعني تلفت النظر وجودها هناك، وهي من الإيجابيات في تلك التجربة، بالإضافة إلى أداة صكوك الاستثمار. في التجربة الكويتية تتمحور حول وكالة الاستثمار بالتورق. الحقيقة عندما نجري مقارنة بين الشبه بين الأدوات، نجد أن أدوات القائمة على القرض الحسن المباشر بدون فوائد، ونظر الوكالة الاستثمارية المطلقة أو المضاربة المطلقة، تجد أن هذه الأدوات تتمتع بالصفاء وينبغي تشجيعها. هناك أدوات تقوم على بيع العينة أو بيع التورق أو بيع الاستغلال، هو إجارة العين على بائعها. لا أقرر الآن الشبهة، وإنما أنا أذكر العناوين، أن هذه تكون فيها نوع من التكلف لتجنب الشبهات أو تحقق الشبهات بشأنها. وما دام أنه أصبحت التجارب تطبق القرض الحسن على وجه متبادل، أو حتى يعني بشكل طبيعي في التجربة النيجيرية أو التجربة الماليزية، فجميل أن نشجع هذه الأدوات، أو حتى وكالة الاستثمار المطلقة أو المضاربة المطلقة، سواء في العلاقة بين البنك الإسلامي والبنك المركزي، أو في العلاقة بين البنوك. فيما يتعلق بتحرير الشبهات، سوف أمر سريعا فيما يتعلق بالشبهة الأولى، قرض وهبة. القرض مع الهبة أول ما أثير الحقيقة في أدوات الماليزية، وقد حررت المرجعية الشرعية هذا الموضوع تحريرا جيدا، المرجعية الشرعية الماليزية، حيث ذكرت ضرورة عدم الاشتراط المسبق، ووضعت شروطا صارمة في تجنب أن تكون الهبة مشروطة في العقد الأول. والحقيقة حدة الشروط وملحوظ يعني اهتمام المرجعية الشرعية الماليزية بضبط هذا الأمر، وحتى منعت من أن تعلن عن مؤشر لهذه الهبة ومقدارها أو كذا، بحيث المقرض يدرك أن هناك هبة بمقدار معين تدفع على القرض، إلا أنه لم يمنع من الإعلام بشرط ألا يؤدي أو يفهم منه أنه مؤشر. أنا توقفت في هذا الأمر واستحسنته، لكني توقفت قلت أن تقديم المنتج والإعلان عنه بما يتضمنه من إمكانية دفع الهبة من المقترض قد يؤدي إلى نوع من العرف في هذا الموضوع. والأمر الثاني، اشتهار الممارسات السابقة للبنك المقترض أنه دائما يدفع هبة على القرض،
أيضا هذه النقطة الثانية تؤدي إلى تعزيز العرف بأن هذا القرض هو بهبة، والبنك المركزي مثلا أو البنك الإسلامي المقترض لن يتخلف عن دفع الهبة. فقدمت مقترح بأنه تعد سياسة داخلية لدى البنك المقترض أو لدى البنك المركزي بأنه يتخلف فعلا في بعض الحالات عن دفع الهبة، حتى يكسر النمط أنه يدفع الهبة دائما، وحتى يكون اختيار من يعطى الهبة وفق برنامج إلكتروني يتم اختياره عشوائيا، لإبعاد مسألة النمط وثبات النمط في دفع الهبة. الحقيقة نصوص الفقهاء بالمطلق أو في الجملة تؤيد جواز الهبة غير المشروطة عند الوفاء على سبيل حسن القضاء حتى لو جرت بها عادة المقترض، غير أن تكرار القرض بين المقرض والمقترض دعا بعض الفقهاء إلى التنبيه على المنع من الهبة حينئذ والتشديد في ذلك. فقد أورد ابن قدامة في المغني قوله قال ابن موسى: إذا زاده بعد الوفاء فعاد المستقرض بعد ذلك يلتمس منه قرضا ثانيا ففعل، لم يأخذ منه إلا مثل ما أعطاه، فإن أخذ زيادة أو أجود مما أعطاه كان حراما قولا واحدا. هذا الأمر مما يثير الاستشكال، ولذلك أنا طرحت السياسة للخروج من الشبهة. ولكن مع ذلك هناك النصوص الفقهية الأخرى متضافرة على أنه يجوز القرض حتى لو كان المقترض معروفا بحسن القضاء، وابن قدامة ذكر نصوصا في ذلك، فقال: وإن كان الرجل معروفا بحسن القضاء لم يكره إقراضه. وهذا النص تعزز عند ابن قدامة كثيرا حتى لو كان معروفا، وأتى بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بحسن القضاء. وبالتالي أنا لا أتوقف كثيراً، وإنما أثير الشبهة وأقدم مقترح حول هذا الموضوع بأن لا يكون النمط ثابتاً، وإنما يتم كسر هذا النمط بعدم الدفع في بعض الحالات. الشبهة الثانية المستفادة من مجموع أدوات السيولة قرض وهبة ورهن. أما القرض والهبة فقد سبقت، لكن أما الرهن فقد احتاطت المرجعية الماليزية لوجود الرهن مع القرض بأن يكون حفظ الرهن بالتكلفة الفعلية، وبالتالي أي زيادة عن التكلفة الفعلية وفق المرجعية الماليزية فيها شبهة العائد على القرض، وهذا جيد جدا. وفي رأيي لو اكتفي بأجر المثل أيضا ربما ينفي الشبهة، وأقترح هذا الأمر على أن تلتزم به أيضا التجربة النيجيرية. بالنسبة للتجربة النيجيرية لم تصلني الفتاوى التفصيلية أو الأسس الشرعية للمنتجات المعروضة على البنك المركزي، لكن الدكتور بشير أكد لي بأنها كل هذه المنتجات مجازة من الهيئة الشرعية، وأرسل لي بالأمس الفتاوى. طبعا لم يكن بالإمكان أن نستدرك ونطلع على الفتاوى، لكن هو إن شاء الله في التعقيب يعني يتفضل بإثراء هذا الموضوع. فيما يتعلق بشبهة بيع العينة، أنا حررت هذه الشبهة في المؤتمر الماضي، وهو أن المرجعية الماليزية حررت صورة العينة الجائزة، وهي القائمة على استقلال العقدين وعدم الربط بينهما بأي شكل من الأشكال، وإبطال العقد في حال وجد ربط من أي نوع من أي نوع بين عقدي الأول اللي هو البيع الآجل والثاني البيع المؤجل. وهذا الأمر يعني أعتقد أنه يعني فيه تحرير جيد وتجنب للشبهة بشكل جيد. وقال الإخوة في ماليزيا أن شروط المركزي قد أدت من ناحية عملية إلى المنع من العينة، لأنه يدخل البنك في مخاطر العقد الثاني، هل يدخل أم لا يدخل، وبالتالي هذا عمليا هذه الشروط التي وضعها البنك المركزي قد أدت عمليا إلى المنع
من العينة. ولاحظت في المرجعية الشرعية في الأيوفي أنه يقول: ومن الصور الجائزة لإعادة الشراء وإن كان الثمن المؤجل هو الأكثر إذا خلت إعادة الشراء من أي مواطأة أو عرف. هذا في نص معيار إعادة الشراء الصادر عن أيوفي، والتمست في هذا المعيار أنه إذا كان أخذنا بمفهوم الاحترازات الماليزية لاستقلال العقدين حقيقة، فيعتبر المرجعية الماليزية تقريبا متفقة مع المرجعية المرجعية الأيوفي، وهو أن المواطأة مفهوم فقهي نحتاج إلى إسقاطه على أرض الواقع. كيف نسقط المواطأة على أرض الواقع في المؤسسات المالية الإسلامية؟ لابد من النص على أن تكون الإجراءات والمستندات تحقق الفصل الحقيقي بين العقدين. فهذا فيما يتعلق ب بيع العينة، وهو يعني الحقيقة لو رجعنا إلى أصل المذهب الشافعي والمذهب الظاهرية يعني يحررون الخلاف، فيقول السبكي: فإن فرض الشرط مقارنا للعقد بطل بلا خلاف، وليس محل الكلام وإنما محل الكلام وليس محل الكلام وإنما محل الكلام فيما إذا لم يكن مشروطا في العقد، وذلك من الواضحات. فتحرير مذهب الشافعية في العينة حاول الإخوة في ماليزيا تحريره على مستنديا وإجرائيا، ومحاول يعني أن يكون خاليا من الشبهات عند إطلاق لفظ العينة. أخيرا بيع الاستغلال، كم باقي دكتور؟ 5. طيب سأجمل ما تبقى من الشبهات في حدود الدقيقتين. أما الدقيقة الأولى فهي لشبهة إجارة العين على بائعها، إجارة منتهية بالتمليك، وهي موجودة في بعض المنتجات. هذه الشبهة غير جائزة عند المعيار الأيوفي، وغير جائزة في معايير الماليزية، لأن شرط الإجارة في عقد البيع الأول غير جائز في المرجعيتين، وبالتالي هم لا يجيزون أن يتضمن العقد الأول شرط الإجارة على البائع، وبالتالي لا يمكن القيام بصورة إجارة العين على بائعها إجارة منتهية بالتمليك. أما العقد الأخير اللي هو في نهاية عقد الإجارة وهي صورة بيع الوفاء، فقد من غير إجارة وافق الماليزيون على بيع الوفاء. والمرجعية الأيوفي قد وضعت ضوابط وشروط، في النهاية وافقت على صورة مؤدية إلى بيع الوفاء بشرط استقلال العقود أو إنشاء الوعد بشكل مستقل، و من طرف البائع مع تحمل الضرر، بمعنى أن الوعد ملزم. أخيراً في الدقيقة الأخيرة بيع الدين. طبعاً أنا أجملت فالتفصيل موجود في البحث، لكن أثير الموضوع لعل من يرغب يستزيد في البحث. النقطة الأخيرة بيع الدين، كنت أبحث عن هذا الموضوع منذ زمن حتى جاء الآن فرصة، فوجدت أن الماليزيين يقولون برأي جواز بيع الدين لغير من هو عليه الدين بجنسه بأقل من قيمته، وهي صورة الحسم أو حسم الكمبيالات المعروفة في المجمع الفقهي والأيوفي بأنها ممنوعة. وقد أصل الإخوة في ماليزيا لهذا الرأي بمرجعية فقهية، آراء فقهية فهموا منها أنها تقول بجواز بيع الدين لغير من هو عليه، والحقيقة ما استندوا إليه من المذهب المالكي من شروط، هناك شرط سموه الشرط الخامس كما ورد ضمن شروط المالكية، وهو ألا يتم بيع الدين لغير من هو عليه بجنسه بأقل من قيمته. تمام، قالوا هذا الشرط بالذات لا علاقة له بموضوعنا، أخرجوه لأنه هو بالنسبة لهم يهدم ما توصلوا إليه من رأي، فقالوا هذا الشرط الخامس لا علاقة له بموضوعنا. ولم أفهم الحقيقة لماذا أخرجوه، قالوا له علاقة بالبيوع أو بالمبادلات أو بالصرف ولا علاقة له بهذا الموضوع.
لعل الإخوة في ماليزيا يثرون هذا الموضوع حتى نستوضح رأيهم بشكل أفضل. وابتداء أقدم لهم مقترحا، كما أعادوا بيع العينة وفصلوه بمعيار مفصل، ويعني أعتقد أنه جيد جدا، وكما فصلوا في بيع التورق بشكل متقدم جدا، يعني بالمقارنة أيضا بمعيار أيوفي في تناغم كبير بين المعيارين. أيضا أقترح عليهم أن يعيدوا النظر في بيع الدين، وهو مشهور عنهم منذ فترة لكن لم نطلع على هذا الرأي وتحريره، فمن الملائم أن يعيدوا طرحه وتحريره، وجزاكم الله خيرا. جزا الله فضيلة الدكتور عبد الباري مشعل على هذا التقديم الدقيق الواضح والتزامه بالوقت. والآن نفسح المجال لتعقيب المعقبين الكريمين، وأتمنى أن يكون بين 7 و10 دقائق، ونعتذر لهم ابتداء على هذا الحصر في الوقت. بارك الله فيكم. نبدأ بفضيلة الدكتور إسماعيل خالد أوغلو. لا تنتبهوا للاسم، هذا عبد الكريم، هذا يعني اسم مقترح ممكن لابنه أو ما إلى ذلك. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أتقدم بالشكر للإسراء على إقامة مثل هذا الصرح التي داعمين لهذا المؤتمر، والشكر موصول لأصحاب الفضيلة العلماء والباحثين، وكذلك الشكر موصول للباحث رائد المصري على هذا البحث القيم وتأصيله ومحاولته في طرح بدائل التمويل الشخصي. أنا في الحقيقة لم تتح لي الفرصة الكاملة للاطلاع على البحث كامل فترة كافية، وإنما أوكل لي التعقيب عليه البارحة فقط، وما استطعت اطلاع على البحث كاملا إلا فجرا، ولذلك ربما يكون تعقيبي على البحث سطحيا على حسب ما فهمته وقرأته من البحث. ملخص البحث وما أراد الباحث الوصول إليه في الصيرفة الإسلامية من عدم الاكتفاء بأساليب التمويل التقليدية المعروفة والتعويل في كل تمويلاتها اللي هي المرابحة، وإن كان هذا مطلب في الحقيقة مطلب قديم متجدد في كل طرح من أطروحات المؤتمرات والندوات التي تقيمها المصارف الإسلامية والجمعيات. تطالب المصارف الإسلامية بالكف عن التمويل بالمرابحة بقسم كبير، نظن أن أكبر التمويلات الآن على المرابحة، وتطالب بالدخول في صيغة التمويل الأخرى اللي هي المشاركة والمضاربة وغيرها من التمويلات. طرح المباحث نموذج جديد للمشاركة، يعني حتى ليس المشاركة المعروفة وإنما نموذج جديد للمشاركة في التمويل الشخصي للخدمات والمنافع، حقيقة حسب رأيي يشكر عليه، وهو جدير بالدراسة، يعني طرح جدير بالدراسة من قبل الباحثين من جهة لتأصيل هذا النموذج تأصيلا شرعيا، ومن قبل المصارف الإسلامية أيضا من جهة التنفيذ، لأن لا يكفي فقط الجهة الشرعية، أيضا الجهة التنفيذية على مدى إمكانية هذا التنفيذ بين سواء كانت الجامعات أو المستشفيات أو المدارس أو غيرها. وفي نظري أيضا توجد في عقبة أخرى غير هذه، وهي العقبة تواجه المصارف الإسلامية في كل حين، وهي العقبة القانونية، في هذا أيضا خاص بجميع المنتجات، فيجب إيجاد بيئة قانونية تساعد هذه المصارف على تطبيق جميع منتجاتها بما فيها هذا المنتج. لقد أسهب الباحث في التعريف الخاصة بالتمويل وخصائصه وما يتعلق بمديونيات وضمان وغيرها، وإشكاليات التطبيق في المصارف الإسلامية من قضية البيع والحيازة والتملك إلى غير ذلك. لي بعض الملاحظات على هذه المنتجات في المصارف الإسلامية وما تطرق إلى الباحث من شبهات، وخاصة الخروج من البيوع إلى أو وصف المصرف على أنه تاجر إلى أنه وسيط مالي في الحقيقة وليس بتاجر.
بالنسبة إلى ما تطرق إليه البحث من تمويل هذه المنافع والخدمات، أن المصارف في الحقيقة أولاً أن المصارف الإسلامية حالياً أو بعض المصارف أنا الذي أعرفه حسب علمي أنها تعمل في هذه القطاعات بالذات في تمويل الخدمات والمنافع، تعليم، سياحة إلى غير صحة إلى غيرها. وأما عدم سبب عدم التملك والحيازة المشروطة في البيع، لأن الخدمات والمنافع تمول الآن عن طريق الإجارة بالباطن وإجارة الأشخاص، ويوجد في المعايير الشرعية معيار خاص بالإجارة الأشخاص، وهذا يمكن تطبيقه في كثير من الإجارة في تمويل المنافع أو الخدمات. بالنسبة إلى التعليم خصوصاً، عند التجربة ربما أشير إليه فقط بالنسبة إلى التعليم سواء كان التعليم أو الصحة، التعليم بصفة خاصة تجربة في تركيا مع بيت التمويل الكويتي التركي أنه تمويل عن طريق الإجارة والإجارة الباطنة، وهذا مطبق بحيث أن حتى آلياً يعني اتفاق أولاً بين الجامعة والبنك على تمويل مقاعد الدراسة، ثم يوجه البنك دعاية وإشهار للطلبة الذين يريدون أن يدفعوا بالأقساط، مع أن المبالغ المالية مقسطة على العملاء وعلى الطلبة بدون أي زيادة، وإنما الزيادة يكون فيها يشتري البنك أو هذه يستأجر البنك هذه الخدمة، خدمة الدراسة من الجامعة بقيمة، ثم يؤجرها للطالب بالباطن بدون زيادة عليه في الأقساط. مع أن البنك أنشأ طريقة إلكترونية مباشرة آلية ترتبط أن الطالب يستطيع الدخول مباشرة على البنك وعلى موقع البنك، ويستطيع أنه بمجرد طلبه تلقائيا يدخل إلى الجامعة، وبهذه الصورة الآلية يمكن تمويلها. نفس الشيء عملناه أيضا في المستشفيات يعني بنفس الطريقة. الغاز والكهرباء مثلا أشار إليه في البحث أن يعني هذه المنافع لا يمكن للبنوك الإسلامية الدخول فيها حاليا عن طريق البيع، لكن في طرق أخرى استحدثت. أضرب مثال أن المصرف الآن مثلا في التمويل في الغاز والكهرباء على أساس أنه وكيل معتمد لشركة الغاز، ويشتري من مباشرة من الشركة المنتجة ويبيع على البنك، أو يعمل على الطريقة التي أشار إليها أستاذ رائد دكتور رائد على أنها طريقة الوساطة المالية، كأنه وسيط بين العملاء وشركات الإنتاج، وشركات الإنتاج تعجبها هذه الطريقة، طريقة البنك، لأن البنك هو الذي يدفع لها القيمة ويشتري منها الكميات، ثم يكون وكيلا لها في التوزيع أو مباشرة بائعا لهذه الخدمات. نموذج اقتراح البحث أيضا في نموذج المشاركة في تمويل المنافع يدخل يعني وقال بأن البنك ليس تاجرا، و بسبب البيع والتملك والحيازة، لكن المشاركة وإنما هو وسيط مالي. حقيقة النموذج الذي اقترحه أيضا في المشاركة في تمويل المنافع يدخل أيضا في التجارة وليس في الوساطة، ولذلك فإن أعمال المصرف المصارف الإسلامية منها ما يتسم بالتجارة فتطبق عليه أحكام التجارة اللي هو البيع المرابحة وغيرها، ومنها ما يتسم بالوساطة المالية فتطبق عليه أحكام الوساطة. وطبعا نشير إلى دون تلك المعاملات الصورية وإلباسها بلباس الفتوى في بعض التطبيقات التي تأخذ على المصارف الإسلامية كما أشار إليها البحث. يعني الإشكالية أيضا كما قلت هنا في بعض الإشكاليات القانونية أكثر منها بالدرجة الأولى تطبيقية.
أيضا عندنا تجربة الذي لاحظته مثلا في أوروبا، عندنا بيت بنكوت التركي الألماني في ألمانيا، أن القوانين في الدول الأوروبية خاصة ألمانيا بالذات قوانين تسمح للبنك بمزاولة جميع نشاطاته التجارية والتمويلية، بحيث أن البنك فعلا يتملك السلعة تملك حقيقي ويبيعها على العميل بيعا حقيقيا حيازة تامة. لكن ربما في بعض البلدان هذا غير متاح، أنا تطرق إلى تركيا، هذا غير متاح، أن البنك ممكن في بعض الأحيان لا يستطيع أن يتملك تملكا حقيقيا، ولذلك مشكل البيئة القانونية مشكل مطروح بقوة، حيث أن هذه الدراسة القانونية إذا أعطت الحرية للبنك في البيع والشراء فإن ذلك يمكن أن يكون البنك تاجرا في السوق، وهذا الذي نطالبه فيه في الحقيقة، أن البنك فعلا يجب أن يكون يتسم بصفات التاجر في البيوع وغيرها. في الأخير أكرر شكري للباحث أولا على الجهد الكبير الذي بدأ في الباحث في هذا الموضوع، ثانيا الجميع قائمين على إخراج هذا المؤتمر وإذن مشايخنا، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير فضيلة الدكتور، ونعتذر لأنه يعني تكرم بقراءة الورقة رغم أنه كذلك المعقب الآخر يعني لم يحضر لظروف طارئة، يعني بارك الله فيك. الآن مع فضيلة الدكتور بشير تعقيب في حدود العشر دقائق إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأتقدم بالشكر والعرفان للجنة المنظمة لدعوتي بالمشاركة في هذا المؤتمر، وأشيد بجهد الفضيلة بجهد الباحث فضيلة الدكتور عبد الباري مشعل، وأثني على بحثه الذي تضمن أرضا شيقا لتجارب البنوك المركزية في تصميم وإصدار أدوات إدارة السيولة للمصارف الإسلامية، وكذلك بدور علماء الشريعة والهيئات الشرعية في إيجاد حلول شرعية لمشكلة إدارة السيولة في هذه البنوك. كشف البحث عن مدى اهتمام البنوك المركزية التي رخصت للمؤسسات المالية لمزاولة الصرف الإسلامية وبعنايتها بسلامة تلك المؤسسات ونموها وحسن أدائها لمهمتها الائتمانية تحت الأنظمة المالية السائدة في البلاد، وذلك أن النظام المالي نظام مترابط الوحدات، وقد أصبحت المصارف الإسلامية وحدات معتبرة في ذلك النظام، وسلامة النظام واستقراره مرتبط بسلامة جميع وحداتها واستقرارها بالترابط الذي بين الوحدات واعتماد بعضها على بعض. كما كشف البحث عن مدى قبول البنوك المركزية للمرونة واستعدادها للتماشي مع مبادئ الشريعة التي تتعامل معها المصارف الإسلامية وبأوضاعها الخاصة في نظام المالي السائد. هذه الجهود من البنوك المركزية تستحق الإشادة من المعنيين بالصرف الإسلامية. وكشف البحث أيضا عن الدور الفعال للفقهاء وللهيئات الشرعية وخاصة المركزية منها في إيجاد حلول شرعية لإدارة السيولة في البنوك الإسلامية، وقد برز هذا الدور فيما قاموا به من تخريجات وابتكارات وموازنة بين المصالح والمفاسد والأخذ بمبدأ تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. ومما يثنى عليه الباحث عنايته بالتقويم الشرعي بعد تحليله الفقهي للأدوات، فإن ذلك حدد محل النزاع ومربط الفرس في القضايا الشرعية المتعلقة بالحلول الشرعية لإدارة السيولة في المصارف الإسلامية. وكذلك يثنى على الباحث بعنايته بالمعايير الشرعية والمهنية الصادرة من أيوبي ومن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وذلك بارز حتى في تقويمه الشرعي للحلول الموضوعة،
وهو ينبئ عن اعتنافه لمبدأ تقديم الاجتهاد الجماعي على الاجتهاد الفردي، الأمر الذي يحتاج إليه في الصناعة المالية الإسلامية لأهميته في ضبط معاملاتها. لكن يلاحظ على البحث في هذا المضمار عدم ذكره لبعض المعايير التي هي في صلب موضوع البحث، وهي المعايير الآتية: المعيار 12 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهو معيار إدارة مخاطر السيولة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومعيار المبادئ الفنية لتعزيز إدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية الصادر عام 2008. وهذا المعيار أبرز دور البنوك المركزية في تصميم أدوات إدارة السيولة للمصارف الإسلامية، وكان الأولى اعتماده بدلاً من اعتماد المنشور الذي صدر من البنك المركزي النيجيري في المطلب الذي ذكره عن منتجات إدارة السيولة. وفي تلك الكتابة أخطاء فنية من الناحية الشرعية، مثلاً ذكر أن المصرف الوكيل يستحق رسوم الوكالة من الحوافز التي تم الحصول عليها، والصواب أنه من رأس المال المستثمر. وكذلك ذكره بأن تقاسم الأرباح في منتجات حماية رأس المال يتم وفق الحصص المتفق عليها بين المودعين، والحال أن المنتج منتج وكالة لا منتج مضاربة. والنشرة صدرت من قسم السياسة النقدية في البنك المركزي النيجيري ولم تراجع من هيئته الشرعية. والبحث أيضا ركز على أدوات إدارة السيولة في تعامل البنوك المركزية مع البنوك الإسلامية، ولم يتطرق لحد كبير إلى أدوات إدارة السيولة في تعامل البنوك الإسلامية بعضها مع البنوك التقليدية. وهناك منتج قبولات مصرفية غير قابلة للخصم مصمم على أساس المضاربة والمشاركة كما يتعامل به بنك ميزان الباكستاني، وآخر الذي هو قبولات مصرفية غير قابلة للخصم مصمم على أساس تمويل بالمرابحة كما يتعامل به بنك جائز النيجيري. وهناك عائق في وضع حلول شرعية لإدارة السيولة، وذلك يبرز في الإشكال الكائن في منتج المضاربة بين البنوك، وهو هل إمكانية العمل ببعض هذه المنتجات بمنتج المضاربة بين البنوك المركزية والمصارف الإسلامية، حيث يكون البنك المركزي العميل، وذلك أنه يشترط في الاستثمار في أخذ المضاربة أن يكون استثمارا مشروعا، وبعض البنوك المركزية لا يسمح لها القانون إلا بمعاملات ربوية في جميع أنشطتها الاستثمارية. هذا يمثل عائقا من أوائق وضع الحلول الشرعية لإدارة السيولة في البنوك الإسلامية، خاصة إذا كانت المعاملة بين البنوك الإسلامية والبنوك المركزية، ألا وهو القيود التي تفرضها بعض قوانين البنوك المركزية التي لا تسمح لها بأي استثمار غير التعامل بالربا، وهو العائق الكبير الذي واجهته الهيئة الشرعية بالبنك المركزي النيجيري. والحلول الشرعية بحاجة إلى ملاحظة متطلبات قوانين تأسيس وممارسة البنوك المركزية لكي تكون فعالة وواقعية. وقد قدم البحث ما يعتبر حلاً لهذا العائق، ألا وهو الاستفادة من تجارب البنوك المركزية المختلفة، وذكر 3 تجارب فعالة: تجربة البنك المركزي النيجيري باعتماد القرض الحسن لتصميم منتج المصرف الأخير، وتجربة البنك المركزي البحريني في منتج الوكالة بالاستثمار في الصكوك بين البنك المركزي والبنوك الإسلامية، وتجربة البنك المركزي الماليزي في منتج المضاربة بين البنك المركزي والمصارف الإسلامية، حيث يكون البنك المركزي هو العميل. ومن الأوائد في إيجاد حلول شرعية كثرة وسرعة الاعتماد على تخريج الفروع من الفروع بدلا من تخريج الفروع من الأصول،
الأمر الذي قد يحد من الابتكار في إيجاد حلول شرعية وفي مواكبة التقدم التقني والفني في مجال الصرف الإسلامية. أما ما يتعلق بالتجربة النيجيرية ففي منتج حساب الوديئة الآمنة الحل المقدم هو القضية العالقة هي قضية أخذ دفع الهبة من قبل البنك المركزي. ورأت الهيئة الشرعية أن هذا التعامل مبني على أساس القضاء حسن القضاء. وعلى هذا حتى لو كانت هناك عادة مستمرة فلا تؤثر في منع هذه المعاملة، كما تفضل إليه الباحث في ذكر كلام ابن قدامة رحمة الله عليه. ثم في سندات بدون فوائد، وهي سندات مبنية على مبدأ أسلفني وأسلفك. والهيئة الشرعية في بنك المركزي النيجيري لم ترى مانعاً من هذا، بناء على أن الفائدة في القرض بناء على هذا المبدأ فائدة تشمل المقرض والمقترض، والشرع لا يمنع من الاستفادة من كلا الطرفين في معاملة القرض مثل ما وقع في الصفتجة. وكذلك في تمويل في منتج التمويل لتسهيلات السيولة، ذكر الباحث أن فيه رسوم على حفظ الرهن، والأمر ليس كذلك، بل الرسوم المفروضة للخدمات الإدارية المباشرة لتقديم القرض الحسن الذي قد تفرضها اللجنة المعنية بمساندة السوق المالية. والهيئة الشرعية وضعت قيودا لفرض هذه الرسوم، منها يعني أنه لا يجوز للبنك أن يأخذ العمولة على تقديم هذا القرض الحسن، وكذلك لا يعتبر تكلفة ساعات العمل للوحدة العاملة في حساب تلك الرسوم. فهذه بعض الملحوظات على البحث، والبحث قيم وشيق، يعني جاء في حدود أكثر من 100 صفحة، لكنه يعني سلس في عباراته، والأمثلة مع التحليل الفقهي والتقويم الشرعي يعني تجعل الإنسان يستغرب في قراءته. فجزا الله الباحث على هذا البحث، جزاه الله خيرا. بارك الله في المتحدثين والمعقبين. على كل حال نحن تجاوزنا الوقت بثلاث دقائق بفضل الله تعالى، لكن يبقى فقط الإشكال في أنه في جلسة ثانية نحتاج أن ولا نريد أن نضغط على المتحدثين القادمين، فنفتح المجال ننتظر اللجنة التنظيمية حتى تضغط علي يعني، وأقول كم هو في حق الأمر يعني. إذا كان أنا أفضل بعد الإذن يعني، إذا كان لأنه في الجلسة المفتوحة غدا بعد الظهر هي مخصصة لكل ما تم عرضه في الجلسات، يعني يتم هناك التعقيب كذا، ولكن إذا كان في تعقيب أو تعقيبين لا نحرم المشايخ يعني. لا دكتور سعيد، الجلسة المفتوحة لغير الباحثين. نعم الجلسة المفتوحة هي لغير الباحثين، لا يقبل أن تطرح هذه المسائل ثم لا يسمح بالنقاش. إيه لا يصح، والكل عندهم وقت، لا تخف على الوقت. تفضل دكتور، يبدو أنت ما دام عقب دكتور أسيد معنا عندك تعقيب يعني، ما دام قدمت ملاحظة تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. حقيقة أولا نشكر الإخوة الكرام الذين يرتبون هذه الندوة المؤتمر المبارك في كل عام، جزاهم الله خيرا كل من ساهم في هذا المؤتمر. أنا أولا حقيقة أود حول مصطلح التمويل الشخصي من حيث الجانب اللغوي، بالتأكيد هذا المصطلح يعم كل التمويلات،
ولكن هذا التعميم يجب أن يخصص، لأن المقصود به حقيقة هو حسب العرف السائد، والعرف يقيد المصطلحات والمعاني اللغوية. المقصود به هو عندما لا نجد يعني عقودا تحقق الغرض المنشود في الحصول على السيولة، يعني الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري يريد أن يحصل على نقد لأي سبب من الأسباب، ولا يريد أن يشتري حاجة ولا أن يستأجر حاجة. هذا هو المفروض أن نقيد بهذا الجانب، ثم ننطلق من خلاله، ومن هنا تأتي قضايا التورق وما أشبه ذلك إلى آخر هذه الأمور التي تذكر. حقيقة الدكتور رائي جزاه الله خيراً، يعني بذل، وكل الباحثين والدكتور نشعل أيضاً بذلوا جهوداً طيبة، ولكن هناك بعض الملاحظات المهمة جداً. أولاً لابد أن نحافظ ونحترم المصطلحات، يعني مثلاً لما أقول سبعة معايير، هذه ليست معايير يا دكتور، هذه حقيقة شروط، هذه ضوابط، هذه أوصاف. فلما أنت تسمي تفصيلاً وبياناً بالمعايير، حقيقة أنا أقول يعني لا مشاحة في المصطلحات، بس أرجو وأعتقد أن هذا من الأفضل أن نستعمل المصطلحات في أماكنها. الأمر الآخر الذي ربما حقيقة قضية جوهرية جداً جداً، وهي قضية اعتبار المصارف الإسلامية أنها ليست تاجرة بالمعنى الشرعي، وإنما هي وسيط. إذا نحن اعتبرنا، إذن حينئذ هذه لا تبقى يعني قضية البيوع ولا الإجارة، وحتى الذي الفروحات التي طرحتها يا دكتور رائد حفظك الله من المشاركة، الشريك ليس وسيطا، المضارب ليس وسيطا. فلذلك هذا المصطلح يستعمل فعلا في البنوك التقليدية، نعم هو وسيط لكن ليس وسيط حقيقي، حتى هو ليس وسيطا بالمعنى الشرعي، لأن الوسيط هو مجرد وكالة، بينما هو فعلا هو الوكيل غير ملزم والوكيل غير ضامن، بينما حتى في البنوك التجارية فهو ضامن وبالتالي هو مقترض ومقرض. فبالتالي هذا المصطلح حقيقي يجب أن نقف، وإلا إذا بدأنا بهذا سوف هدمنا كل ما بنيناه على المنتج. إحنا نعتبر أن ولذلك نحاول أن نحسن، أنه نقول والله التورق غير صحيح لأنه لا يوجد فيه بيع حقيقي، وأما أنني أقول وسيط هنا حينئذ تبقى إشكالية كبيرة. جزاك الله خير دكتور، والله وقتنا ضيق أرجوكم، يعني جزاك على دكتور، وإن شاء الله عندكم مداخلة في المساء يعني ممكن تدريجها. دكتور أسيد عندكم شيء كما ذكرت على السريع؟ يبدو أن تعليق السابق أعطاني حق نتكلم على بشكل سريع. لا نطيل. أولا نشكر الباحثين حقيقة على ما تفضل به في هذا الموضوع، والأبحاث حقيقة فيها فوائد كثيرة جدا. بالنسبة للدكتور نصر، هو أورد إشكالات عديدة تتعلق باستخدام المصارف الإسلامية للمداينات أو للبيوع، وانتقل إلى استخدام المشاركات وغيرها. حقيقة الإشكال في استخدام المداينات التمويل ليس في ذاتها، أو لأنها تقوم على المداينات، تقوم على أن هذه المعاملات تقوم على المعاوضات. الإشكال ليس في هذه المعاملات في ذاتها، وإلا لو كان عندنا إشكال في هذه المعاملات وطالبنا أو طلبنا أن نوقف التعامل بها، فكأننا نتحكم في المعاملات التي أو العقود التي أحلها الله سبحانه وتعالى، ونخرج جزءا منها من التعامل لوجود إشكالات في التطبيق. هذا لا أظن أنه قصد هذا الأمر. الحل هو أن نضبط هذا التطبيق وأن نتجاوز الإشكالات. من الضوابط التي يجب أن تتحقق في هذه المعاملات، وذكر بعضها أو ذكر إشكالات تتعلق ببعضها، هو تحقق الملك. فيجب إذن على البنك أن يتحقق تملكه لما يبيع أو تملكه لما يقوم بتأجيره، وتحقق الملك هذا يجب أن يكون
هو الأساس، ويجب أن يتحقق من الناحية الشرعية ومن الناحية القانونية أيضا حتى لا يكون ملكا شكليا، ثم لا بد من تحقق القبض حتى ينتقل الضمان، ثم بعد ذلك نراعي شروط وأحكام العقد ونراعي مقاصد العقود، فلا نخلط بينها، لا ننشئ عقد إيجار هو في حقيقته بيع، أو أن ننشئ عقد مشاركة هو في حقيقته قرض بفائدة بسبب ما يلفه ويكتنفه من شروط وأحكام. إن ضبطناها فلا يبقى فيها إشكالا مع السعي إلى تطبيق المنتجات الأخرى. بالنسبة لإدارة السيولة وما تفضل به الدكتور عبد الباري، وحقيقة هو هنا يعني أحصى ما هو مطبق في عدد كبير من الدول وحللها تحليلا حقيقة جيدا وطيبا ومفيدا، لكن لفت نظري، لا أستطيع أن أعلق على جميع الصيغ، صيغة القرض والهبة، هل يجوز لنا أن نعتبر هذه الصيغة من الصيغ التي تقرها الشريعة الإسلامية ونقدمها على أنها منتج ومنتجات إدارة السيولة ويحسب في موجودات البنوك الإسلامية وفي تعاملات البنوك الإسلامية ما تكلم عنه الفقهاء بالنسبة للقرض والهبة، ويختلف تماما عن هذا المقصود. هنا قرض يشرط فيه عائد يحسب على أساس أسعار الفائدة ثم يسمى هبة. لا أظن أنه يمكن أن يسوغ مثل هذا التعامل على قول فقيه من الفقهاء، وإلا لجاز التعامل الربوي ونغير اسم مسمى الفائدة إلى الهبة وتصبح المعاملات المالية الربوية كلها مقبولة شرعا. وشكرا، جزاك الله خير. آخر لو تسمحوا لي، آخر دكتور موسى آدم عيسى، وبعدين يعني الآن أنا ممكن نفتح الجلسة ويزعل علينا الدكتور سامي سويلم، يعني جلسته القادمة مع الدكتور قراط. بسم الله، ولكن يعني ممكن تفضل في دقيقة أو دقيقتين. أقل من دقيقة يعني. أنا فقط أحببت أن أصحح كلام شيخنا الدكتور علي القرداقي فيما يتعلق بمفهوم التمويل الشخصي، ويقول بأنه التمويل الذي يتحصل به الشخص على نقد، وهذا يعني قد يكون يعني ليس تعريفا دقيقا. التمويل الشخصي يعرف من حيث أثره، هل يستخدم في أغراض شخصية أم أغراض تجارية؟ التمييز هنا، حتى إذا تحصل على سلعة لغرض الاستخدام الشخصي فهو تمويل شخصي، إن كان نقدا خدمة أو عينا. شيخ نظام، هذا آخر دكتور بن زغيبة آخر من يتكلم بعده، يعني إن شاء الله الشيخ نظام ودكتور بن زغيبة. جزا الله الباحثين خيرا. تعليقي على بحث الدكتور رائد نصري جزاه الله خير، بسرعة أقول أولا ليست العبرة بتصنيف البنك الإسلامي هل هو وسيط مالي بالمعنى التقليدي أو هو تاجر، العبرة بالعقود المنشئة للالتزامات. الوسيط المالي التقليدي ليس لديه إلا عقد واحد وهو عقد القرض بفائدة، أما البنك الإسلامي فالعقود المنظمة لعمله عقود متنوعة، بيع وإيجار ومرابعة إلى آخره، هذه العقود هي مربط الفرس بين البنك وعملائه، فيترتب عليها أمور قانونية ومخاطر وأمور شرعية، فلا يمكن أن يعد وسيطاً بالمفهوم التقليدي. أما إذا في مفهوم خاص للوساطة فهذا شيء آخر، وأما وصفه بالتاجر فأيضاً سواء وصفناه أو ما وصفناه قد يكون إشكالية عند بعض البنوك المركزية، أنك لو وصفته بالتاجر يكون فيه نوع من التعارض مع قوانين الاحتكار والتنافس غير الشريف مع التجار وغيره، فالعبرة بالعقود المنظمة. ثانيا، البحث يحتاج إلى تحرير المصطلحات. يبدو أن الأستاذ يعني القبض عنده فقط نوع واحد وهو بالبراجم، وكأنه لا يعني يعول على القبض الحكمي مثلا، والتجارة العالمية اليوم تطورت والأمازون.com ومدري إيش وغيره، فلسنا بحاجة إلى قبض البعير والشعير، هناك أنواع من القبض كل بحسبه وحكمه. وكذلك التملك يحتاج إلى يعني التملك هو الإيجاب والقبول وانتقال الضمان، فادعاؤه في البحث أن البنوك الإسلامية أكثرها لا تتملك ولا تقبض بهذا العموم وبهذا الإطلاق يعني فيه إشكال كبير، وخاصة أنه هو الأخ بنفسه عضو في بعض الهيئات الشرعية، فلا أدري ماذا يفعلون في تلك الهيئات الشرعية. ثالثا، يبدو أيضا أن الأخ الكريم لم يطلع على أسس التعامل
في بيع المنافع لدى البنوك الإسلامية التي ذكرها، ذكر بنك أبوظبي الإسلامي وذكر بنك دبي الإسلامي في الحج والطبابة وغيرها، وثم قال كيف يبيعون أشياء لا يملكونها وكذا. فيبدو أن الأخ لم يطلع على عقد الإجارة الموصوفة في الذمة التي يتعامل بها هذه البنوك بناء على هذه الأسس. فيعني أرجو أن يدقق في هذه الاصطلاحات، وأن يعني لا تترك هذه الأمور، خاصة أنها تتعلق مؤتمر مثل هذا والناس يقرؤون ويظنون أن هذه البنوك أعمالها كلها خرطي وأعمالها كلها جاية يعني من لا شيء. جزاك الله خير. دكتور بن صغيبة في دقيقة، بارك الله فيك. بسم الله، السلام عليكم. بالنسبة لموضوع القرض، القرض الحسن لضمان الرهن ثم البنك يبيع خدمات الرهن للمقترض، فهذه جانب أخلاقي كبير لا يليق بالبنك الإسلامي. يا إما أن يقدم القرض الحسن على أصوله كما شرعته الشريعة، وإما أن ينزع هذا كله من أعماله. كما قال الإمام القرافي: إنما شرع لمصلحة الناس من باب الرفق والخير، إذا شابته أي شائبة من غيرها فإنه باطل وغير جائز في الشرع. فإما أن يقوم القرض على أصوله ولها أن تأخذ مقابل حفظ الرهن كإيجار الخزانة، وليس نسبة من القرض ولا بيع لخدمة الرهن، وإنما هو إيجار الخزانة الذي تأخذه من كل المودعين في الخزائن، أجر معلوم، هذا لا خلاف فيه بين الفقهاء. أما أن تبيع خدمة الرهن فهذا يصير قرضا بفائدة، فلا تقدمه أحسن لها، فهو جانب أخلاقي كبير. السلام عليكم. جزاكم الله خير. نختم الجلسة بدقيقة لكل متحدث، ونعتذر من المعقبين يعني فقط لنظري ضيق الوقت في دقيقة، بارك الله فيك. لا لا لا، لأن الوقت وقت تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية كل الشكر والتقدير والاحترام لأساتذتي ومشايخي الذين عقبوا على بحثي، وإني سعيد أن أثار ما قدمته حفيزتهم للنقاش والحوار، وإن كنت أرغب منهم أن يطلعوا على ما قدمته قراءة تفصيلية وليس مجرد ما يعني ولا وعدم بناء الأحكام على ما سمعوا مختصرا في هذا المقام. يعني أريد أن أتحدث بسرعة، فأقول أنا لم آتي لأنتقد المصرفية الإسلامية معاذ الله عموما، أو أنتقد نموذج البيوع بشكل عام، وإنما كانت بحثي ومداخلتي في هذا المؤتمر حول منتجات التمويل الشخصي بشكل محدد، قطاع معين من قطاعات المصرفية الإسلامية والمنتجات المقدمة فيه. لاحظت على هذه المنتجات أنها ركزت بشكل أساسي على نموذج واحد، هو نموذج البيوع. ونموذج البيوع في قطاع التمويل الشخصي بشكل خاص لا يفي بالمتطلبات في كثير من تفاصيله بالمتطلبات الشرعية. لا، هذا لا يعني أن نموذج البيوع غير صالح للقطاعات الأخرى أو للنماذج أو لعملاء بطبائع متنوعة أخرى. وما وأطمئن الأستاذ الدكتور نظام أني قرأت تفصيلا ما قدمته المصارف، واطلعت على سياساتهم وخطواتهم، ولم أحكم بفضل الله على العمومية. دكتور الورقة مع الجميع، وإن شاء الله يعني هذا الملاحظة منبهة لهم ليقرأوا التفصيلات، وجزاكم الله خير. دكتور عبد الباري في دقيقة، بارك الله. شكرا فضيلة الدكتور. نقطتان. الحقيقة البحث كان بالنسبة لي تجربة ثرية جدا، أعطتني مزيدا من التقدير لجهود البنوك المركزية، وخاصة البنك المركزي الماليزي والبنك المركزي النيجيري. وهذا من المهم جدا أن يعني التعرف على التجارب القائمة والتحديات التي تواجهها تلك البنوك الفاعلة. فرغم كل
ما أثير من شبهات إلا أن تلك الجهود كبيرة وتستحق التقدير. مبادرة البنك المركزي النيجيري مع قصر المدة التي بدأ فيها بالتجربة الإسلامية هي تستحق التقدير فعلا، يعني بكل معنى الكلمة تستحق التقدير من حيث الثراء والتنوع إلى آخره. التخلص من الشبهات مطلوب، لكن هم في القيود التي وضعوها كانت قيود فيها نوع من الصرامة حتى مستوى البنك المركزي الماليزي. قدر تعليقات فضيلة الدكتور بشير وسوف أخذها في الاعتبار، وأطلب إن شاء الله منه أن أخذ نسخة من هذه التعليقات لإثراء البحث وتعديله. أيضا أطلب من أي من الإخوة والمشايخ والعلماء اطلع على البحث أن يفيدني بملاحظاته، مشكورا مأجورا. فالبحث كما قال فضيلة الدكتور بشير زاد عن وصل إلى 140 صفحة، ففيه موسوعية واستقصاء للتجارب، وفيه تحليل فقهي، وفيه تقويم شرعي، وهو أساس لتقرير ربما يصدر في هذا الموضوع يستقصي التجارب. فجزاكم الله خيرا. السلام عليكم. جزاكم الله خير، ونظر لضيق الوقت أعتذر، ولكن ممكن تكون فرصة أخرى إن شاء الله الآن. وحتى أعفي يعني الأمس، يعني نحن إن شاء الله ستكون عندنا صورة تذكارية هنا، وبعدين تنطلق الجلسة الثانية مباشرة. تفضل المشايخ على بركة. إن الآن الجلسة الثانية مباشرة والآن صورة تذكارية.